تنضم إلينا من مدينة تشافشاون شمال المغرب مراسلة الغد إكرام الأزرق. أهلا يا إكرام مجددا، هل وصلوا إلى ريان أم ما زال هناك وقت؟ ليس بعد، ولكن ربما قد اقتربوا من الوصول إلى ريان. هناك حركة ونشاط في وحماس في هذه العملية، في عملية الإنقاذ. قبل قليل تم إدخال حاوية كبيرة، حاوية حديدية، ربما أيضا ستكون إيجابية وستكون جيدة في مساهمة في إنقاذ والوصول إلى الطفل أريان، وأيضا إخراجه بأمن وأمان، وأيضا تأمين الأمان أيضا لفريق الإنقاذ. لازلنا ننتظر ونترقب هذه اللحظات. نتواجد أمام النفق الذي يوجد فيه حركة، توجد فيه حركة مستمرة، الحركة لم تتوقف حتى وإن كان هناك انهيار قبل هذا اليوم. الحركة لم تتوقف، وهناك يعني الجهود مكثفة في هذه العملية. لازلنا نترقب الحالة الصحية التي عليها. لدينا أي معلومات جديدة ما عدا نعم الحالة الصحية لريان للطفل المغربي، ماذا عنها؟ قيل لنا أنه بحالة جيدة. لازالت الفرقة تراقب صحته وتراقب حركته عن بعد بواسطة الكاميرا التي توجد مع ريان في الحفرة. طبعا هناك جموع أيضا. طيب أريد فقط يا إكرام، يعني عذرا على المقاطعة مجددا، لكن تدقيق المعلومة في هذا المكان. نعم. تدقيق المعلومة هنا مهم جدا يا إكرام. هناك بعض الأنباء تتواتر أن صحة الطفل ريان ليست جيدة، وأن الحركة باتت بطيئة جدا. هل هناك دقة لهذه النوعية من المعلومات أم هي شائعات إكرام؟ ربما قد تكون شائعة باعتبار هناك تكهنات، وأيضا ربما سألنا أحد أقارب ريان فقال أنه بصحة جيدة، يتنفس بمعنى أنه بصحة جيدة، يتجاوب، يعني هو على قيد الحياة. طبعا لا يمكن أن نتوقع أنه بصحة جيدة ممتازة، لكن يقاوم ريان، يقاوم الآن، هو في يعني في حالة صمود من يوم الثلاثاء الماضي إلى اليوم هو يصمد ولا يزال يصمد، وهو أيضا ينتظر. ربما قد يسمع هذه الأصوات، أصوات الآلات، ويتساءل ما الذي يجري، لكنه يدرك بأن هناك أمرا ما يقع خارج تلك خارج الصخرة التي يوجد تحتها. طبعا ليس لدينا جديد في ما يتعلق بأمور أخرى أو تفاصيل أخرى، لكن نترقب، نلاحظ ونسجل كل ما يقع في هذه اللحظة. نعم، بإذن الله الخبر الجديد قادم في خلال سويعات، ويتم إنقاذ الطفل المغربي ريان. إكرام الأزرق مراسلة الغد، شكرا جزيلا.